قائمة الاغتيالات الإسرائيلية وصلت الصف الأول سواء في حماس أم حزب الله، باغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران والرجل الثاني في حزب الله فؤاد شكر. فإنه من الواضح أن قواعد الاشتباك تغيرت. شكر الموضوع على لائحة العقوبات الأمريكية، استهدفته غارة إسرائيلية على مقر مجلس شورى الحزب في الضاحية الجنوبية بلبنان. فؤاد شكر وضعت واشنطن على رأسه 5 ملايين دولار، ويعد أكبر مستشار عسكري لحسن نصر الله، ويوصف بأنه قاسم سليماني حزب الله وكنيته الحاج محسن، وكان يعمل مع مصطفى بدر الدين الذي خلف عماد مغنية في قيادة الجناح العسكري للحزب. هيئة أركان حزب الله تعد قائمة اغتيالات لإسرائيل بحسب موقع ألما ريسيرش. وتتشكل هذه الهيئة من حسن نصر الله زعيم الحزب، وهو المسؤول عن القيادة العليا واتخاذ القرارات الاستراتيجية، ثم إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني. أهداف حزب الله التي حددتها إسرائيل تشمل محمد حيدر الذي يقوم بدور كبير في الجناح الأمني للحزب. مجلس الحزب يضم أيضاً هاشم صفي الدين رئيس المجلس السياسي للحزب ومسؤول إدارة الشؤون السياسية وتطوير الاستراتيجيات السياسية، ويلعب دوراً في توجيه الرسائل لوسائل الإعلام. ومن بين أهم الأهداف لإسرائيل في الحزب إبراهيم عقيل المشرف على الجناح العسكري للحزب ومنسق الأنشطة العسكرية. ومن بين أبرز من تصدروا القائمة والذين ذكرهم الموقع طلال حمية القائد الميداني في الجناح العسكري للحزب والمسؤول عن الإشراف على العمليات العسكرية وتنسيق الأنشطة القتالية. قائمة المستهدفين تضم أيضاً خضير يوسف نادر الذي ساهم في تطوير الاستراتيجيات الأمنية وكان مسؤولاً عن الإشراف على الأنشطة الأمنية والتجسسية. ومن بين من تعتبرهم إسرائيل من أخطر قيادات الحزب علي كراكي القائد البارز في الجناح العسكري للحزب، إضافة إلى علي محمد يحيى الذي حملته إسرائيل مؤخراً مسؤولية الهجوم الصاروخي على مجدل شمس.